دامنا بالاذن بالاذن لازمنا بالاذن فص الثوم لا صار في عوار بالاذن مثل ما قال طلال ممتاز فص الثوم بالاذن قطنا قطنا نعم صحيح استفيد. كلام صدق والله شلون بس فص قال ليها صدق من قبل قال ليها فص الثوم مع زيت الزيتون مع زيت شو تسوي هذا يدقونه مع زيت الزيتون زين يحطونه بقطنا كذي وتسكر فيه الاذن مكان العوار بس قول له شو يسوي يسحب يشيل لك العوار سبحان الله.